كابتن جمال الغندور سفير التحكيم المصري في كأس العالم 98 و2002 ضمن بطولات دولية تانية كتير. نورنا على في الجول وشكرا على الاستضافة الجميلة دي. اهلا بيكم، انتوا المنورين، وبالعكس شيء يشرفني ان اكون موجود معاكم. طيب قبل ما نخش في ذكريات كأس العالم، حضرتك هتكون منورنا طبعا على شاشة بين سبورتس في كأس العالم كمحلل تحكيمي، وده بياخدني لسؤال عام شوية دايما بيثير فضولي، وهو مدى رغبة المحلل التحكيمي في تدخل أفراد الاستوديو التانيين في عمله. يعني بنشوف ضيوف تانيين بيحبوا يناقشوا المحلل التحكيمي في ألعاب، ممكن حتى مقدم الاستوديو يقعد يناقشوا، فحضرتك إلى أي مدى بتسمح بده أو بتشوف إن ده مقبول؟ العكس جدا، أنا بفضل المناقشة. المهم إنك أنت تكون عندك القدرة على إقناعه، وتكون في نفس الوقت انت بتتكلم بالحجة وبالقانون، عشان لما تيجي ترد ما يبقاش الموضوع مجرد اهواء شخصية. القانون بيقول كذا 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 كذا. ايا كان المحلل ومهما كانت انتمائه ومهما كان حتى ميوله، لما بتيجي تشرح له باستخدام القانون اعتقد بتقدر تقنعه، ودي بتتوقف على قدرة المحلل التحكيمي. في ناس عندها قدرات تقدر تقنع من غير ما تتسأل، وفي ناس بتخليك انت كمحلل فني او كمقدم برنامج ما انتش مقتنع، فبالتالي بتبتدي تطرح الأسئلة وبتلاحق المحلل بالأسئلة، وبرضه هنا بيتوقف على قدرته على الإقناع. اذا ما كانش عنده قدرة على الإقناع فبتبص تلاقي الموضوع بينتهي دون ان يكون هناك قرار. خلي بالك، مفيش حالة تحكيمية إلا وليها قرار واحد صحيح. ما ينفعش أنا وإنت نقول مختلفين ونقول إحنا الاثنين صح، الكلام ده مش صحيح. هو قرار واحد صحيح، ويجب أن يكون القرار الواحد الصحيح ده هو اللي في النهاية بيكون نتيجة الحديث. هل حصل قبل كده أن حضرتك حللت حالة لحكم معين والحكم ده عاتب حضرتك؟ طبعا بيحصل أحيانا، ولكن أنا برضو بتكلم معاه. على فكرة أنا، ودي حاجة الحمد لله بعتز بيها، العلاقة اللي بيني وبين الحكام دائما دائما علاقة جيدة. حتى لو اختلفت معاهم في القرار بيحصل مناقشات بعد الاستوديو مثلا، وتقريبا بنسبة 99% الحكم بيقتنع. ليه؟ لانه هو عنده ثقة في اني انا مانيش قاصد ان انا اكشف اخطائه، ولكن ده شغلي. وفي نفس الوقت انا لما بتكلم بتكلم بالصورة، بتكلم بالحجة، بتكلم بالقانون. احيانا بتبقى في حالات، ودي نادره جدا 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 جدا، لما انت فيها بتبقى متبني راي معين، او ساعتها انا ببقى على فكره بحاسب جدا على كل حرف، بقول انا من وجهه نظري، انا من وجهه نظري، ما بقولش هنا القانون، لان هي فعلا الحاله دي بتبقى صعبه جدا، بتبقى جدليه جدا، ومن الممكن انه الحكم يكون عنده تفاصيل ظهرت عنده في الملعب، هذه التفاصيل ما جابتهاش ولا كاميرا. في الوقت ده أنا ممكن أقتنع بكلام الحكم إنه التفاصيل دي اللي هو شافها في الملعب ما وصلتنيش، وبالتالي أحياناً بصحح هذا الكلام. حصلت مرة وطلعت في اليوم التاني وقلت إنه كان من وجهة نظري كذا وما زال من وجهة نظري كذا، لكن الحكم في الملعب حصل منه كذا 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 كذا، وبالتالي نعتبر إن قراره كان صحيح. طيب هنروح لكأس العالم 98، أول ظهور لحضرتك في المونديال. أنا عايز أعرف كواليس المونديال، يعني إحنا هنتكلم عن الماتشات، لكن عايز أعرف حياة الحكام اليومية خلال كأس العالم، الذكريات اللي حضرتك عشتها في فرنسا. وطبعاً يعني هو كان بالنسبة لي الحلم والهدف والطموح. كتير من الناس ما يعرفوش إن أنا أما دخلت قدمت في التحكيم سنة 81، وكان وقتها بيتعمل انترفيو للحكم كده زي كشف الهيئة بتاع الكليات العسكرية. واللي حضر الانترفيو ده كانوا اتنين من العظماء، كان المرحوم عزت العشماوي كان رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة، وكان معاه عضو لجنة الحكام في منطقة القاهرة الكابتن حسين فهمي الله يرحمهم الاتنين. فدخلت ووقفت قدامهم، فأول ما دخلت ووقفت قدامهم كان عمري ساعتها 23 سنة، فالشكل بالنسبة لهم قريت في عينيهم ان هم يعني مبسوطين بالهيئة دي. فسألوني سؤال، سألني المرحوم عزت العشماوي بيقول لي هو أنت ليه عايز تبقى حكم؟ قلت له عشان أروح كأس العالم. فرح بصص لي كده، وبعدين الكابتن حسين فهمي بخفة دمه قال لي كأس العالم مرة واحدة؟ قلت له يا كابتن أنا داخل التحكيم عشان أروح كأس العالم. أنا كنت لعيب كورة، كنت بلعب وفضلت ألعب على فكرة وأنا حكم لغاية لما بقيت حكم دولي،
وبعدين بطلت. فقلت له انا هدفي اروح كاس العالم، انا ما عنديش امل ان انا اروح كاس العالم وانا لعيب، فعندي امل اروح كاس العالم وانا حكم. فراح ده بص لي عزة العشماء وابتسم كده قال لي طالما ده طموحك يا ابني يبقى هتروح كاس العالم. فلما الحمد لله دخلت القائمه الدوليه سنه 93، اول كاس عالم كانت 94. كان من المستحيل طبعا اني في خلال سنه واحده اقدر اقدم نفسي حتى لو عملت ايه، لانه اصلا حكام كاس العالم 94 بيتم اختيارهم من سنه 93 من قبلها بسنه. فحققت طموحي وحطيت طموحي قدامي ان انا 98 اكون موجود في كاس العالم. اشتغلت على نفسي واشتغلت على كده، والبدايه في مصر ثم الاتحاد الافريقي وبطولاته، ثم اول درجه بعد كده كانت بطوله كاس عالم للشباب، ثم الاولمبياد. كل ده انا ببني 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 لغايه لما الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى تم اختياري في كاس العالم سنه 98 في فرنسا. كواليس كبيره وكتيره طبعا بدات بالسفر قبل البطوله بثلاث شهور، نعمل كشوفات طبية عالية جدا، فحوصات دقيقة جدا على كل شيء، على القلب وعلى الضغط وعلى الأعصاب وعلى النظر وكل شيء، وكشف طبي كامل وشامل. ثم عملنا الاختبار البدني، ده كان كله كان في باريس قبل البطولة بثلاث شهور أو أربع شهور، والحمد لله طبعا عملنا أرقام قياسية كحكام عرب. كان معايا ساعتها علي بوكسيم اللي انا بعتبره هو افضل حكم شفته في حياتي في العالم، وكان معايا سعيد بالكولة الله يرحمه اللي هو ادار المباراه النهائيه في البطوله دي، وكان معانا السعودي عبد الرحمن الزيد كحكام ساحه، كان معانا محمد المنصري من تونس وحسين الغضنفري من الكويت ومحمد الموساوي من عمان، دول ثلاث حكام مساعدين. يعني كانت البعثه العربيه سبعه، اربع حكام ساحه وثلاث حكام مساعدين. الحمد لله عملنا ارقام رائعه جدا في الاختبار البدني، يعني مثلا كان المفروض احنا مطلوب مننا نجيب 2700 متر في 12 دقيقه، اقل واحد فينا جاب مثلا 3250 متر عشان احنا رايحين فعلا لاثبات الوجود. تقريبا قعدنا اسبوع اتعمل فيه كورس للبطوله، خلصنا الكشف الطبي، خلصنا الاختبار البدني، ودي على فكره حاجه من الحاجات الرائعه اللي بيعملها الفيفا، انه بيخلصك من الضغوط قبل البطوله بفتره كبيره عشان تبقى رايح البطوله بعد كده وانت ما عليكش اي ضغوط. لان خلي بالك الاختبار البدني ده هاجس موجود عند الحكام، فمعظم او العادي بالنسبه للبطولات انك بتسافر تبات يوم وتاني يوم مثلا تاخد تبتدي كورس في تدريب بتاع محاضرات وبعدين تعمل الاختبار قبل البطوله ما تبدا بيوم، فبتبقى انت متوتر، بتبقى اعصابك مشدوده، ممكن ما تعديش الاختبار وبعد كده تروح عليك البطوله وترجع تاني. طبعا الاتحاد الدولي كان قبل البطوله بثلاث شهور، كل الحكام كنا موجودين، عملنا الاختبار، نجحنا، استلمنا الملابس بتاعتنا بالكامل عشان كمان تقدر تظبطها على نفسك لو محتاجها عشان نسافر بعد كده على البطوله مباشره. وده حصل ان حضرتك جالك مباراه في ربع نهائي برازيل والدنمارك، واحده طبعا من ابتع ماتشات البطوله، لكن بدات بفخ، يعني الدنمارك لعبوا الفاول بسرعه في اول دقيقه في الماتش تقريبا وجات جول. في حكام بيحبوا يخلوا النجوم في الامان ويصفروا، لا رجع الكره تاني، حضرتك مشيت الكره عادي. بص، سر النجاح انك انت تبقى بتطبق القانون والتعليمات. القانون ما فيهوش ان انا اعطل اللعب، العكس، القانون اتعمل علشان انت كحكم تساعد على سرعه استئناف اللعب. اللاعبين اللي موجودين هناك والفرق والاجهزه الفنيه والمسؤولين عننا فاهمين ده كويس، وبالتالي بالعكس ده احنا لو ما عملناش ده بيحاسبونا. فزي ما حضرتك قلت، انا في الدقيقه الاولى من المباراه كان فاول لصالح الدنمارك ناحيه الشمال، انا رايح عشان انظم الحيطه، اللعيب حط الكوره ولعب، سبته يلعب خلاص، هو عايز يلعب بسرعه انا ما اقدرش اعطله. اتلعبت باصه والتانيه بالعرض وجول في دقيقه ونص، جول في البرازيل، واعتقد انه ده كان ليه دور كبير جدا في اشعال المباراه زي ما بالمعلقين بتوعنا بيقولوا، المباراه ولعت. ليه؟ لان خلاص المباراه بدات بدري، برازيل بادئ خسران جول من قبل ما يلعب. فطبعا واحده من المباريات اللي عايز اقول لك اللي طبعا انا بعتبرها دي افضل مباراه ادرتها مع مباراتين تانيين، بس دي كانت الافضل للاحداث
عشان مباراة تنتهي 3-2 لصالح البرازيل. يعني 3-2 دي انت لما تشوف نتيجة وتسأل ويقولك النتيجة 3-2 تعرف ان المباراة دي ما كانتش سهلة، تعرف المباراة دي كانت متكافئة، تعرف المباراة دي فيها جري طول الوقت الأصلي والإضافي وفيها أحداث كتيرة. الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى لما خرجت من المباراة دي كل الترشيحات، كل الترشيحات سواء المسؤولين في الفيفا أو للحكام، برغم أنها كانت مباراة تالتة ليا وما كانش في حد بي في بطولات كاس العالم بياخد أكتر من 3 مباريات، كل الناس رشحتني للمباراة النهائية، وكل الناس قالوا حتى كولينا كان ماشي مغادر لأن إيطاليا وصلت وهو مغادر وهو ماشي قال لي كده، قال لي جمال أنت هتكون في الفاينل إن شاء الله بعد مباراة البرازيل والدنمارك. أنا كنت معتقد أن أنا خلاص دي المباراة الثالثة، فخلاص أنا دوري انتهى يعني. فحسيت بقى أن أنا يعني هو أنا كنت ما كنتش بحلم بأكتر من أن أنا أنافس، لكن لا ده أنا نافست وخدت مباراة والتانية والثالثة في ربع النهائي بين فريقين كبار، وبعدين أبص ألاقي الناس بتقول لي لا أنت دورك لسه مخلص، أنت لازم تستمر لأنك أنت مرشح للمباراة النهائية. فعلا الحمد لله كان المناقشة في الاجتماع اللي اتعمل عشان يحددوا حكم المباراة النهائية، المناقشة كانت اختيار بيني وبين سعيد بالكولا فقط، احنا الاثنين المغرب ومصر افريقيا علي بوكسيم قدم سيمي فاينل برازيل وهولندا، واعتقد ما فيش حد كان بيحكم سيمي فاينل وفاينل نهائيا ما حصلتش، فبالتالي خلاص هو خرج بره الترشيحات واصبحت الترشيحات بيني انا وسعيد بالكولا، اثنين من افريقيا، اثنين عرب، اثنين كان اقصى حلمهم ان هم يروحوا البطوله ويحكموا مباراه زيهم زي اللي راحوا قبل كده، ولكن الحمد لله في النهايه تم التصويت وتم اختيار سعيد بالكولا للمباراه النهائيه. الاسباب بالعكس، الاسباب ما تزعلش لانه المباراه كان طرفها البرازيل وانا كنت محكم للبرازيل في الكوارتر فاينال، كنت انا حكمت 3 مباريات كان سعيد حكم مباراتين 2 بس، فكانت الـ 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 الاختيارات او الاسباب للاختيارات ما كانتش مبنيه على مستويات كنا متقاربين جدا، ولكن كان في محددات اخرى رشحت سعيد الله يرحمه وادار مباراه بشكل رائع جدا، هو كان بيمثلنا كلنا وهو كان كاننا كلنا كنا معاه في الملعب، وده طبعا الشعور اللي كان موجود بين الحكام الخمسه او السبعه انا اسف اللي كانوا موجودين اللي استمروا للنهايه، ده كان نتيجة الحب وعدم الغيرة والوفاء لبعض، فأعتقد أنه كانت نهاية جميلة جدا للتحكيم العربي. طيب بالحديث عن الكورة والمباراة، هل الحكم من حقه يستمتع بالماتش وهو فيه؟ يعني أنا لو طول أركب آلة زمن وأرجع أحضر ماتش البرازيل والدنمارك في الملعب أعمل كده، حضرتك ما كنتش في الاستاد، حضرتك كنت في الملعب قدامك رونالدو، ريفالدو، لاودروب، براين ومايكل أخوين كاسب، بيتر شمايكل، فأسامي كبيرة جدا، هل الحكم ممكن في لحظة يستمتع بالماتش؟ بص أنا مش هخبى عليك، لو أنا حطيت في حساباتي أن النجوم ديت وابتديت وأنا بحكم أحط في اعتبار أن ده ريفالدو رونالدو وزيكو وروبرتو كارلوس طبعا 100% ده هياخد شوية من تركيزي، فأنا تركيزي كله في شغلي، تركيزي كله في شغلي، ولكن وقت ما بحس ان انا باللفظ البلدي بتاعنا راكب المباراة بشكل كويس، هناك طاعة في الملعب، هناك عدم اعتراض، رضا، ده بيسمح لي شوية ان انا اقدر استمتع بالاداء، اقدر احس، لان طبعا في الاول في الاخر احنا الكوره هي يعني هي متعه للكل بما فيهم حتى الحكام لو كانوا في حاله من الكنترول اللي تسمح له ان هو يقدر يستمتع بعض الوقت، ولكن كنت بفكر نفسي اوعى تسرح اكتر من كده، كفايه كده تركيز، الجري، روح اجري، وبعدين انت كمان عمال تعمل تخلق لنفسك زوايا رؤيه وعمال تجري وتبذل مجهود هنا وهنا وهنا، وبعدين لما المتعه بالنسبه لي بقى ايه، ان انا لما ببذل المجهود ده والاقي نفسي شايف، والاقي نفسي لما بتحصل حاجه بصفر وانا شايف كويس قوي، وبلاقي ان مفيش اعتراض، دي اكبر متعه ممكن تيجي لاي حاجه. طيب نروح لكاس عام 2002، هل برضو حضرتك كنت موعود بمباراه نهائيه او نص النهائي برضو زي 98؟ بص بقى الامور اختلفت، من بعد 98
وبعد الحالة اللي اتعملت مننا كحكام عرب ابتدت الناس تشتغل في أوروبا، اشتغلوا بشكل بقى ان احنا لا في منافسة، عايزين نرجع نستعيد الكلام ده تاني. حصلت حاجة الحقيقة ما كانتش ظريفة. تصريح كان من سكرتير الفيفا وقتها قال انه لو ايطاليا كده بالظبط التصريح، لو ايطاليا خارج النهائي كلنا هيكون حكم مباراة النهائي. الكلام ده قبل البطوله مثلا بسبعه ثمان شهور، وهذا الكلام طبعا اغضبنا كلنا. يعني انت بتحدد من دلوقتي، يعني معناها انت بتقتل الطموح عندنا كلنا، يعني فيما معناه ما فيش حد فينا هيبقى عنده طموح بقى ان هو يوصل يدير المباراه النهائيه. انت محدد من دلوقتي، وانت وده مش صحفي ولا اعلام، ده سكرتير الفيفا. فلما طلع منه التصريح ده الحقيقه حصل اعتراضات كتير، وحصل اعتراضات من بعض المسؤولين الكبار العرب، وعلى راسهم طبعا كان العميد فاروق بوسو رئيس لجنه الحكام في الاتحاد العربي والاسيوي وعضو لجنه الحكام في الفيفا، فرح قدو كان الله يرحمه رئيس لجنه الحكام في افريقيا. واحنا كحكام طبعا خلاص، احنا يعني عايز اقول لك ان الفتره من 98 ل 2001 مثلا جمال الغندور وعلي بوكسيم بيتعاملوا بمعامله افضل حكام في العالم، يورو وكاس القارات كل حاجه، مفيش بطوله ما رحناهاش، مفيش بطوله يعني في كاس القارات احنا اللي حكمنا كل حاجه، انا وعلي بوكسيم ومعانا حكام كبار، معانا كولينا، معانا هيو دالاس، معانا كيم ميلتون نيلسون، معانا ميلو بيريرا، معانا مارك سميرك، حكام كبار جدا واسماء على فكره، ده لا يقلل من قيمة الحكام دول، دول أفضل جيل من الحكام ظهر على مستوى الكرة من ساعة ما بدأت. ولكن إحنا كنا وقتها الحقيقة تركيزنا عالي جدا، مفيش مباراة لعبناها وقال خرجنا منها وإحنا كسبانين، ما عندناش يعني مفيش مستوى بيقل، مفيش سقطات، مفيش هفوات، استغفر الله العظيم، الكمال لله وحده. بس عايز أقولك ما كناش بنغلط حتى في مسابقاتنا المحلية اللي هي ما بترضيش حد. فبالتالي لما يطلع تصريح زي ده، طبعا البطولة في آسيا مليون في المية، أنا ما كانش عندي أمل، المنطق كان بيقول صعب جدا أنه حكم من أفريقيا يدير أو أفريقيا تدير نسختين ورا بعض، صعب جدا. لكن أنا بالفعل كنت موعود بإني هحكم مباراة في نصف النهائي، دي حقيقة، وده حصل اتفاق في كأس الأمم في مالي سنة 2002 بين أكبر مسؤول في الفيفا اللي اسمه روث الألماني وأكبر مسؤول في لجنة الحكام، وقال كده، قال شوف أنتوا بالنسبة لكم كأفريقيا صعب طبعا حتى لو عملنا إيه، لكن أنت هتلعب مباراة في السيمي فاينل خلاص، وأنا عامل حسابي على كده. علي بوكسيم كان حقيقة طموحه أكبر لأنه هي البطولة في آسيا، وعلي من أفضل حكام في العالم ومن حقه أن هو بطولة 98 حكم سيمي فاينل، فخلاص البطولة دي أكبر فرصة لي. ولكن التصريح ده طبعا كان بدري وكناش مصدقينه، لكن الحقيقة هم عملوه، وبالفعل لما إيطاليا خرجت كلينا هو اللي تعين في المباراة النهائية. وتصور أن علي بوكسيم مثلا كان أفضل حكم في العالم والبطولة في آسيا، حكم مبارتين اثنين بس في الدور الأول ولم يحصل على أي مباراة بعد كده، برغم القيمة الكبيرة لعلي وقتها، وبرغم أنه البطولة زي ما قلت حضرتك في آسيا وهو من آسيا وهو مؤهل لده. بس تصريح سكرتير الفيفا اللي احنا كنا حقيقة مش عارفين نصدقه ولا لأ، في النهاية هو اللي حصل. على فكرة كلنا من الحكام الكبار ومن أفضل الحكام، أنا ما بقولش كده أنه ما كانش يستحق، بس ما كانش من الممكن أنه يطلع تصريح زي ده قبل البطولة. طيب ماتش أسبانيا وكوريا الجنوبية، يعني 20 سنة من الدوشة، أطفال عندهم 10 و15 سنة في أسبانيا دلوقتي ما شافوش الماتش أصلا، ما كانوش اتولدوا، بس طالعين على السمعة أن لما يحصل خطأ تحكيمي قدامهم بيتقال جمال الغندور. في النهاية لما نيجي نتفرج على الماتش بهدوء بنلاقي ان كابتن جمال ملوش اخطاء، في اخطاء مؤثره في المباراه لكن طرفها وقرارات مسؤوله عنها الحكام المساعدين. هل حكم الساحه من العدل ان هو يشيل الليله كلها زي ما بنقول؟ طبعا هو الطبيعي اللي حصل هناك الطبيعي، انه لما اتعمل تاني يوم تحليل المباراه حكم الساحه اللي هو جمال الغندور 8.7، ما عنديش ولا خطا طوال المباراة، 126 دقيقة من أفضل المباريات بالنسبة لي كحكم. أنا ماليش علاقة بحكام مساعدين، كان في أخطاء لحكام مساعدين والفيفا حاسبهم، والفيفا تعامل معايا على أدائي في الملعب.
إذا كنت أقدر أصلح حكم خطأ الحكم مساعد كان ممكن أتحاسب، لكن من النادر ومن الصعب جدا على حكم أنه يقرر أن الكرة وهي في الهواء فوق خط المرمى خرجت ولا لا، وهو موجود عمودي عليها في الملعب، والراجل اللي هو يعني واقف على الخط وبيرفع لك الراية أنها خرجت، مين هيقدر يقول له لا ما خرجتش وهي في الهواء؟ ثم إن حاجة تانية مهمة عايز أقولك عليها، إنه هم بيقولوا في هدفين، هو مفيش أهداف اتلغت، هو اللي حصل إنه لما رفع الحكم مساعد رايته على الكرة خرجت صفرت وهي الكرة لسه في الهواء، والحارس وقف والديفنس وقف كملها موريانتس في المرمى. دي واحدة. الواحدة التانية، أنا ما شفتش الكرة التانية وهي بتدخل الجول، لأن كان في فاول واضح جدا، شد واضح جدا، والصفارة كده وبصيت الناحية التانية خلاص، وبعدين لقيت الكرة في المرمى، يعني الفاول حتى ما حصلش عليه أي اطراد. فلما تيجي تتكلم تقول هدفين اتلغوا، لا هو مفيش أهداف اتلغت، هي لما الصفارة بتطلع المباراة بتوقف، فما أقدرش أقول، لكن أقدر أقول إنه في اللعبة الأولى، يعني مثلا لو افترضت ان انا اتاخرت شويه في الصفاره بتاعه اللعبه الاولانيه، كان من الممكن ما يبقاش فيها هدف يتسجل، كان ممكن حارس المرمى يطلع يشارك في الكوره، يمسك الكوره، حد يشارك اللاعب، كان ممكن وبعدين نرجع. لكن ايه اللي خليني اتاخر؟ انا بقول لك ايه اللي خليني اتاخر، ما كانش عندنا فار على فكره عشان اتاخر، وبعدين في رايه مرفوعه بثقه وفي صفاره طالعه وهي الكوره لسه في الهواء. على كل حال طبيعي جدا انه المشجعين، انا اسف طبعا، جانب كبير جدا من الاعلام لا يعرف الفرق بين واجبات الحكم وواجبات الحكم المساعد، هي دي المشكله. فتلاقي الهجوم كله بيروح لمين؟ بيروح لحكم المباراه. بمناسبه المباراه عايز اقول لك انه طبعا انا بتهاجم من ساعتها لغايه فتره قريبه، لكن جالي كتير جدا جدا صحافة أسبانية هنا، وجم صوروا معي هنا كتير، وأصريت على طلب كل مرة هنتكلم عن الوثائقي بالتفصيل بتاع موبي ستار. فأصريت إن أنا أعمل مواجهة مع رئيس لجنة الحكام هنا، ده طلبي الوحيد عشان أسافر وعشان أعمل الانترفيو هناك. قعدوا فترة كبيرة مش قادرين مش عارفين، لغاية لما نجحوا في 2018 ان هم يوفروا ده. وبالمناسبه عشان تبقى عارف برضو دي حاجه هي ما تهمش كتير بس تهمني انا، ان انا وقتها رفضت اخد اتقاضى اجر اي مليم واحد، وقلت انا اللي عايزه حاجه واحده، يحصل مواجهه مع رئيس لجنه الحكام، مش عايز منكم حاجه. كانت محطه كبيره ممكن اقول اسمها لو موفي ستار، موفي ستار. فرفضت ان انا اتقاضى اي اجر. لما جم يفتحوني، طب حضرتك طلباتك انتوا مش عايز حاجه خالص، اللي انتوا هتديه له اصرفوه على الدول الناس اللي هناك. وبالفعل جم هنا قعدوا في مصر 3 4 ايام، صوروا خدتهم الاماكن السياحيه، وحاولت بكل ما استطيع من قوه ان انا اظهر لهم مصر واظهر لهم الشعب المصري واظهر لهم المصريين عاملين ازاي، وعشان برضو دي بتفرق كتير جدا لما يجوا يتكلموا عن حكم مصري اتهموه بحاجات كتيره، برشوه ومش عارف عربيه ومش عارف ايه وحاجات كده، يعني للاسف الشديد حاجات خايبه. فبوريهم، وريتهم بيتي، وريتهم المكان اللي انا قاعد فيه، وريتهم الحاجات الحلوه عندنا، المطبخ حتى المطبخ. وسافرت معاهم، عايز اقول لك الاستقبال هناك كان رائع، اكثر من رائع، حتى ان هم خصصوا لي جيت لوحده وفي كاميرا جوه، وظابط الجوازات قام اداني التحيه وكان سعيد جدا وخد صوره معايا، ودخلت البلد. خلاصه الكلام اني عملت الفيسنج تشالنج مع مانويل لوبيز. مانويل لوبيز ده المسؤول عن تعيينات الحكام هناك، وكان معايا في كاس العالم في كوريا سنه 2002، والراجل كان من رايه من البدايه انتوا بتهاجموا الحكم دي، هو ما عندوش. وراني على فكره صحف كتيرة، وهو كان بيدافع وبيتكلم عن انه المهم انه ده اتعمل، وعملنا الفيسنج تشالنج وطلعت الاخطاء واتكلمت. اعتقد كان حارس المرمى الاحتياطي كونتريراس، ايوه كان موجود، وبرضو في ناس يعني بتوع كورة، ولكن للأسف الشديد متمسكين بانه
الخطأ برضو ان هو دي اخطاء، متمسكين مش عايزين يصدقوا انه ال 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 وروني الحالات ونتكلم زي ما بنعمل هنا في التلفزيون. ايه رأيكم دي؟ لا دي بتاعت حكم مساعد. طب دي؟ طب دي بتاعت حكم مساعد. طيب اللعبة دي رأيكم بقى الفاول؟ ايه ده انا اول مرة اشوف الشدة دي. طب انت مش عايز تشوفها، انا شفتها وانا واجبي ان انا اشوفها واحسبها. 126 دقيقة، فين الاخطاء؟ مفيش. هو ده اللي انا كنت عايزه واللي انا عملته. انا بعد كده بعتولي الناس الوكالة الاعلانية او الاعلامية اللي عملت الكلام ده، قالوا لي انه لما اتعرض الفيلم، على فكرة فيلم مدته 56 دقيقة، قالوا لي لما اتعرض الفيلم الدنيا اتغيرت كتير. بس عند مين؟ عند الناس اللي هم بتوع الكورة، يعني ممكن المسؤولين. وعلى فكرة انا عمري ما كان عندي مشكلة مع الاتحاد الاسباني، ولا عمري كان عندي مشكلة معي. والدليل على كده ان 2002 انا بطلت تحكيم، 2007 كنت في محاضر دولي، المسؤولين عن التحكيم كان رئيس اللجنة الحكام اسباني، والاثنين المسؤولين المسكين ادارة التحكيم جارسي اراندا وفرناندو تريساكو اسبان، واختاروني انا من ضمن افريقيا كلها اني اروح معهم كاس العالم في كندا للشباب، وكاس العالم في كوريا واليابان في كمحاضر في الفيفا. يعني ما عنديش مشكله مع انا اللي خلق لي المشكله صحافه. وعايز اقول لك الموضوع اصله، لو عايز الحقيقه بقى، اصله ما كانش مباراه اسبانيا وكوريا، هو اصله كان اولمبياد. لا لا لا، اصله كان مباراه ايطاليا وكوريا اللي هي كانت في دور ال 16 اللي حصلت لصالح كوريا في الماتش ده، اللي حصلت لصالح كوريا في الماتش ده. فخلت الناس كلها اي خطأ هيحصل بعد كده هيمشوه في نفس الثقة. وبتعرف طبعا الصحافة الإيطالية قوية جدا وبتقدر تفرض رأيها. فهو الموضوع كان كده. ولكن في الأول وفي الآخر أنا بيضايقهم قوي لما أقول ده من أفضل المباريات، وهقولها لهم تاني دلوقتي، من أفضل المباريات ليا كحكم ساحة في اللي حكمتها. أنا قلت لك من شوية مباراة البرازيل والدنمارك معاها ماتشين تانيين، لأنه كان في البرازيل وفرنسا في سيمي فاينال كأس القارات، ومباراة اسبانيا وكوريا في الكوارتر فاينال، بعتبرهم من افضل المباريات اللي انا حكمتهم. بالمرة بقى ماتش الارجنتين واسبانيا في اولمبياد 96. ايوه. بص هعمل ايه؟ هم حظهم معايا كده. والنرويج. هعمل ايه طيب؟ على فكرة اسبانيا انا حكمت لها ماتش باراغواي اربع ماتشات، كسبوا ماتش وخسروا ثلاثة. يعني النتيجة بالنسبة لهم 25% بس معايا. هو قدرهم كده معايا. يعني النرويج في أمم أوروبا تكسبهم 1-0، والنرويج ما كانتش من دول المصنفة يعني في البطولة. في أتلانتا يخسروا 4 من الأرجنتين، وكانوا حامل الميدالية الذهبية هما قبل، وهم كانوا جايين رايحين هما أو 4-0 يعني، وكان كوارتر فاينل. في كأس العالم بدأوا بمكسب باراغواي 3-1. على فكرة ماتش باراغواي ده كانوا خسرانين 1-0، يعني المباراة بدأت 1-0 لباراغواي، بعدين 1-1، وبعدين بينالتي ما حدش شافه في الملعب غير أنا لراؤول. بينالتي صعب، حتى كان معايا الحكم المساعد كان من مصر وجيه أحمد. فكان ساعتها الفيفا كانت خدت قرار تعرض الماتشات في الاستاديو في الاستاد. فانا صفرت البينالتي، فالطبيعي لما انا صفر بينالتي الحكم مساعد يجري يروح ورا الجول. فصفرت البينالتي وببص مش لاقيه، هو ما جريش ليه؟ فانا الحقيقه شككني في نفسي، ايه ده، هو مش بينالتي ولا ايه؟ فببص عليه لقيته بيبص على الشاشه بيقول الاعاده بتتعمل، وبعدين اول ما شاف انها بينالتي راح جاري وفرحان. كانت لقطه لذيذه. انا اعتقد ان هي لو حضرتك ما حسبتهاش راؤول ما كانش حتى هيطالب بيها، لان هي الوقعه ماشي قبل الوقعه، هو اتشد في شده، وضيعت منه فرصه انه يجيب جول، واخد بالك؟ فضرب الجزاء. المهم ان هم كسبوا المباراه ديت، بعد كده خسروا مباراه كوريا بركلات الجزاء الترجيحيه. هم حظهم معايا كده ان هم ما لهمش نصيب معايا في المكسب. يعني مثلا انا البرازيل حكمت للبرازيل 6 مباريات، اتعادلوا مباراه واحده وفازوا في ال5 مباريات. هي بتيجي كده لوحدها. انا في فريق كبير هنا في مصر قعدت سنتين احكم له، في ملعبه يتعادل وبره ملعبه يخسر. ما انا ما يعني مش بسببي. هي عشان كده بقول لك نظره المسؤولين وتعامل المسؤولين غير مختلف عن وسائل الاعلام، وسائل الاعلام واحيانا الانديه، في انديه بتتشائم وبتتفائل يعني. فهم قافلين معايا خلاص.
حضرتك أول مرة تشوف اللقطات كانت إمتى؟ بتشوفوها بعد المباراة على طول؟ تاني يوم بيحصل تحليل للمباراة بالكامل، كل تفاصيل تخص التحكيم، وأحيانا في أخطاء ما حدش بيحس بيها في لا في التلفزيون ولا الفرق ولكن المسؤولين عن التحكيم بيجيبوها ويحاسبوا الحكم عليها. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال، عايز أقول لك على معادلة مهمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اللي بيحصل بين الحكام وبين المسؤولين في الغرف المغلقة، لا يمكن بأي حال أحوال تقدر تطلعه للناس. أنت لو طلعته للناس حاجات كتير جدا، مشاكل صعبة جدا إنها تطلع، لكن لا، بيحصل تحليل كامل وكل واحد بيتحاسب، والتحليل ده بيضاف في التقييم إلى تقرير المراقب اللي كان موجود في الملعب. بيبقى فيه النهاردة مقيم للحكام في الملعب، وفي مقيم فيديو أسيسور. الفيديو أسيسور ده من الفيديو بيطلع حاجات ممكن اللي في الملعب ما يجيبهاش. طيب قصة بقى المشجع الكوري اللي جه مصر مخصوص عشان ياخد الكورة. بص، أنا اتفاجأت بمكالمة من حد في وزارة الخارجية المصرية، قالوا لي السفير الكوري في مصر هنا جاي له حد من هناك وهو عايز يقابلك، عشان الراجل ده أمنيته أنه هو يحصل على كرة بتاعة مباراة كوريا. طبعا احنا بناخد المباريات، يعني لو بصيت معايا هنا ممكن لو حضرتك بتتكلم ابن حضرتك يجي يناولك الكرة. أوي يعني ممكن تخش عادي. هو هوريك كرة 2002. هوريك الكرة اهي. اللي حصل انه طبعا ما تيجي دعوة بشكل رسمي بهذا الشكل، الحقيقة انا قابلت ادي كرة كاس العالم 2002. على فكرة بالمناسبة الكرة بص معمول فيها الاشكال دي، وهي الكرة بتتشاط فتبان لك انها بتعمل كده. هم عاملينها عشان كانوا يخدعوا حراس المرمى، عايزين اجوان كتير تيجي. فالمشكله بقى اللي جت من نصيب انا انها خدعت المساعد بتاعي، فهي بتلف كده شافها خرجت. المهم ان هو جه، وانا كان عندي نسختين، عندي نسخه بتاعت اللي هي دي بتاعت المباراه، وعندي كره تانية كانوا وزعوها علينا قبل البطوله. فطبعا كره المباراه الحقيقه يعني ما اقدرش افرط فيها، فانا اديته النسخه التانية. رحت الحقيقه عملوا لي حفله في السفاره، حفله استقبال، وسلمتهم للسفير الكوره دي. يمكن اشهر حكم في العالم بالنسبه اللي جيلنا وقتها كان كولينا، بنشوفه مخيف جدا للعيبه، لكن هو في الاوضه المغلقه عامل ازاي؟ بص، كولينا سر نجاحه في قوه شخصيته، سر نجاحه في ان هو بيعلي دايما سقف القرار. بمعنى يعني ايه؟ بمعنى انه المخالفه بالنسبة له الحد الأدنى بيحتسب مخالفة، والحد الأدنى للإنذار بيدي في الإنذار، والحد الأدنى ركلة الجزاء بيدي فيها ركلة الجزاء، ما حدش يقدر يغلطه لأنه طبقا للقانون هو ماشي بهذا المنطق. مثلا كلنا كتير جدا من ركلات الجزاء كانت بتبقى بالنسبة له هي أمور فيها علامات استفهام كبيرة، إن تبص تلاقي في وسط زحمة تلاقيهم صفر ضرب الجزاء. طيب تعال نشوف ضربة الجزاء، تلاقي فيه فعلا مدافع بيشد مهاجم، بس في جنبه كمان اتنين مهاجمين بيشدوا اتنين مدافعين، لكن هو تركيزه على اللقطة دي، والصورة لما تيجي محدش يقدر يقول له انت غلط. كلينا على فكرة، هو كلينا يعني لو انت شفته في مراحل حياته هو ما كانش كده، يعني هو كان عنده شعره وعنده كل حاجة، بس هو يعني ربنا يعافينا اصيب، هو مرض جيني بيجي بيخلي ما فيش شعر في الجسم، فما خلاش في جسمه ولا شعرية واحدة، فيمكن دي ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بيها عشان فادته في مسيرته، يكتسب الشخصية دي. عنده نظرة تخوف، عنده شخصية قوية. انا يعني مش متأكد اذا كان هو لعب كورة ولا لا، لكن لان احنا في المعسكرات وفي احيانا كده بنخلص تمريننا ونمسك الكوره ونلعب كرة. ما شفتوش مره يعني عمل زينا يعني بنحاول لكن على كل حال هو كان حكم كبير، وحكم اكتسب شهره كبيره جدا، ومحظوظ. انا هقول لك ليه محظوظ، واحكي لك على واقعه يمكن برضو من الكواليس ما حدش يعرفها. سنه 96 لما حكمت الماتش الثالث كان اسبانيا والارجنتين في الكوارتر فاينال، وبعدين وصلت الأرجنتين لعبت سيمي فاينال وكسبت، وبعدين البرازيل بتلعب نيجيريا
و3-0 لصالح البرازيل في الشوط الاول. بين الشوطين انا اتعينت للمباراه النهائيه، مش اتوعدت، اتعينت. جالي ديفيد ويل الاسكتلندي رئيس اللجنه، وفاروق بوزو رئيس العضو اللجنه، وفرح قده، واحنا في المقصوره وجوه الفي اي بي والحكام كلهم بنتفرج على المباراه، وجم جمال مبروك انت حكم مباراه النهائي، واحتفلوا بيا الحكام على فكره وعندي الصور. و طبعا الشوط الثاني الدنيا اتقلبت، والنيجيريا 3-0 3-3، وبعدين جولدن جول في اول دقيقه في الشوط الثالث وخلصوا المباراه. فجم قالوا لي ما انت مش محظوظ، خلاص مش هنقدر نديك المباراه النهائيه. واتقال كده في الاجتماع، في الاجتماع ديفيد ويل لما جه يقدم قال يا جماعه في واحد هنا الحقيقه يعني مش محظوظ، وده لانه فريق من القاره افريقيا وصل، وعشان كده احنا يعني مش لاقيين غير ان احنا نديله مباراه الثالث والرابع اللي هي كانت البرازيل والبرتغال، وواحد هنا في وسطكم محظوظ ان جات له المباراه وما كانش موجود فيها، هو بيرليجو كولينا ساب مكانه وراح جاي اخر الدنيا وجاي لي قال لي انت كانك معايا في الملعب. وانا على فكره قبل المباراه ديت وقبل البطوله دي كلينا ما كانش من الحكام المصنفين، لكن عمل مباراه كبيره. الجدل اللي حوالين الجول اللي كسبت بيه نيجيريا اللي هي الدنيا كلها الناحيه دي، امونيك اللي جابه ايمانويل امونيك الناحيه دي، وبس مشترك في جزء من رجليه مع مدافع، كان حقيقه لقطه برضو يعني. ومن بعديها بقى كلينا يعني مشيت الدنيا ومشي لغايه لما اقدر المباراه النهائيه سنه 2002. بطوله كبيره ثانيه حضرتك شاركت فيها، وهي بالنسبه لي شايف قيمتها عاليه جدا، هي يورو 2000. السبب ان لحد النسخه اللي فاتت اللي هي من سنه ما كانش فيها اي حكم غير اوروبي يشارك في البطوله. اخر نسخه حصل تبادل بين حكام اوروبا وامريكا الجنوبيه، حكم اسباني راح حكم كوبا امريكا، وحكم ارجنتيني حكم في اليورو، فالموضوع كان حاصل في صوره تبادل. لكن حضرتك كنت رحت على عن جداره اكتر في 2000، ازاي تم التعيين والناس تقبلوه ازاي هناك؟ هو ليه علاقه طبعا بادائي في 98، وليه علاقه بانه كان في احساس كده موجود عند المسؤولين ان انا مش عايز اقول اتظلمت، ولكن اني كنت استحق تحكيم المباراه النهائيه. لما جت سنة 2000 المسؤولين في أوروبا هم نفس المسؤولين في الفيفا، مسؤولين التحكيم، فطلبوا من الاتحاد الأفريقي الاستعانة بيا في البطولة بالاسم، يعني ما طلبوش حكم أفريقي، طلبوا جمال الغندور. وحقيقة برضو كانت من ضمن الحاجات إن أنا يعني أنا لو وأنا صغير وأنا بحلم، عمري ما وصلت ان انا احلم احكم في اوروبا ازاي وليه، يعني ما فيش سبب. فتم اختياري للبطوله، وتم تحديد المباريات من قبل ما اسافر على فكره، برضه عشان بعض الناس متخيله الامور بتمشي ازاي. احنا كنا 13 حكم فقط، البطوله 31 مباراه، فتم تعيين ال 13 حكم، كل حكم مباراتين، مش مهم حتى لو المباراة الأولى حصل فيها إيه، مباراتين من البداية، ف 13 في 2 ب 26 مباراة، فاضل 5 مباريات. الخمس مباريات بقى قبل ما فيهم النهائي، هما ما بيلعبوش هناك ثلاث ورابع. الخمس مباريات دول طبعًا الحكام من أوروبا. فأنا من بداية البطولة متحدد لي المباريات اللي هحكمها. فكان ليا نصيب حكمت أسبانيا والنرويج، وطبعًا الأسبان كالعادة بيخسروا معايا. فخسروا من النرويج 1-0. ثم التشيك والدنمارك. ودي كانت مباراة طبعا برضو من المباريات اللي يعني كبيرة. الدنمارك على فكرة كان في الوقت ده من الفرق اللي بتنافس كانوا أبطال أوروبا 92 حتى بالظبط كده. والتشيك وقتها فريق كبير، وأعتقد التشيك كسب الدنمارك 2-0. فبرضو كانت بطولة كبيرة، وبطولة من البطولات اللي اتسجلت بالنسبة لي في التاريخ. عايز أقول لك مثلا كان في مؤتمر صحفي عاملينه، طبعا الاتحاد الاوروبي بيعمله، بيقعدونا احنا ال 13 حكم
بس هم عندهم حاجه يعني 13 حاجه بس ما لهمش علاقه بالحكام المساعدين خالص. هم مركزين على في الاخر اللي بيتشتم هم حكام الساحه يعني. مركزين على حكام الساحه فحط عملوا لنا 13 بنش كده وكل واحد قاعد في مكان في نفس الغرفه الكبيره وحطوا قدامه يعني كراسي عشان الاعلام لما يدخل اللي عايز يعني يتكلم مع حد بيروح له. مش عايز اقول لك ان انا لقيت انه تقريبا نص القاعه عندي والاسئله لي انا والتصوير معايا انا يعني مثلا اعلام دنماركي مع كيم ميلتون نيلسون الايطالي مع كولينا لكن انا بقى من كل حته في العالم جاي. الجديد بقى والغريب ان مفيش واحد عربي جه عشان يتناقش معايا ولا يسالني عن البطوله. مش في دماغ الناس مش مهتمين يعني مش حساباتهم. محطات كلها محطات اوروبيه ومحطات اجنبيه بتعمل معايا انترفيوهات ويمكن اخر واحد خرجت من القاعه لانك لازم تقعد لغايه لما تبص قدامك ما تلاقيش ولا واحد موجود يعني معناه ان ما حدش عايز يسالك فتقدر تتحرك تقدر تمشي يعني تقريبا مثلا نص الحكام سابوا القاعة لأنه خلصوا وأنا فضلت قاعد موجود للآخر. كان في اهتمام كبير بالمشاركة وكان في كنت مرشح لمباراة بشكل كبير حصل عليها كلام كتير. كانت مباراة إنجلترا وألمانيا ومنتظرين القرار وجالي كده من حد منهم جمال اعمل حسابك أنت ممكن تحكم المباراة دي. فضلت قاعد وهم بيتناقشوا معرفش ايه الكواليس وبعدين في النهاية اصدروا القرار ان كلينا الحكم وانا حكم رابع في المباراة. المباراة دي كانت في شارل الواف في بلجيكا. احنا كنا قاعدين في بروسل كلنا وبعدين بنسافر قبل المباراة بيوم للمدينة اللي هتتلعب فيها المباراة حتى لو المدينة دي على مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة وبنبات هناك وبعدين تاني يوم بنعمل المباراة ونروح. عايز اقولك اليوم ده لما روحنا فرحنا الاوتيل وقعدنا ومش عارف ايه وعملنا تمريننا وبتاع ونزلنا بقى نتمشى شويه في المدينه، مدينه صغيره في بلجيكا. فنازلين نتمشى لقيت بقى صوت عربيات الاسعاف والبوليس وا 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 وفي كل حته وايه في ايه؟ اخي السوق لقيت لك مثلا فوق ال 350 400 واحد نايمين على وشهم ومربوطين من بايديهم بالبلاستيك ده والجمهور الانجليزي كسروا البلد. وكسروا محلات والبوليس عمال يقبض عليهم ويرحلهم. انا قلت ده احنا بكره هنبقى في حرب من اللي انا شايفه دلوقتي. تاني يوم رحنا الملعب رحنا الاستاد الجمهور الانجليزي قاعد اقسم بالله العظيم ما في حد حتى عمل اي حركه كده ولا كده جوه الملعب. وانجلترا كسبت والان شيرر اللي جاب الهدف كسب 1-0 المانيا في المباراه وخرجنا من المباراه جو تاني خالص مختلف خالص. طيب انا قريت من فتره انترفيو لعلي بن ناصر طبعا الحكم التونسي الشهير بلقطه مارادونا ارجنتين وانجلترا 86 يعني كان تصريح غريب بالنسبه لي شويه. قال ان المباراه دي كانت سهله جدا بالنسبه له بالمقارنه مع مباراه تانيه ادارها في مسيرته قبلها بثلاث شهور اللي هي نهائي كاس الامم الافريقيه في مصر والكاميرون 86 لان الاجواء في استاد القاهره كانت صعبه جدا. فهل ممكن نقارن التصريح ده بحضرتك نقول ان مباراه كوريا واسبانيا ما كانتش بالصعوبه بتاعه ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا في نص نهائي 2000 بما ان الدولتين كانوا لا انا هقول لك حاجه اكتر. انا بتفق طبعا مع تصريح كابتن علي بن ناصر. انا هقول لك حاجه اي مباراه في كاس العالم اسهل من اي مباراه في الدوري المصري. خد مني بقى ده اكتر من اللي قاله علي بن ناصر. مش في كاس افريقيا بالعكس انا في افريقيا عمري ما كان عندي مشاكل. مباريات أفريقية ولا بيحصل فيها أي مشاكل خالص، بيبقى فيها عنف وفيها كورة وفيها لكن عمر ما كان بيبقى فيها الاعتراضات ولا السباب ولا الكلام اللي بيحصل عندنا. أكيد طبعًا ده مش عندنا بس. أي حكم لو هتسأله هيقول لك إن أي مباراة في الدوري المحلي بتاعه أصعب من أي مباراة لأن هي بره الصعوبة في المسؤولية فقط، يعني مسؤولية مباراة في ربع نهائي كأس عالم. غير مباراة في دوري، لكن المباراة الدولية بالنسبة لك ضغوطات أكتر. والمشاكل اكتر والصعوبات اكتر. انت عندك عايز اقول لك على حاجه والله يعني انا بعتبرها من الطرائف يعني انا بعد ما رجعت من فرنسا بعد ما رجعت وجيت مصر وبدا كان في ماتشات مش عارف صعود ايه من تالتة لتانية ولا من تانية حاجه كده يعني ماتش
مش فيش داعي اذكر البلدين عشان الناس ما تفكرش ان انا يعني بستهين بيهم. وبعدين منطقه القاهره كابتن محمود عثمان الله يرحمه قال لي عشان خاطري لازم تروح تحكم الماتش ده، احنا مباراه صعبه وبلد فيها. كان ساعتها بقى عارف حضرتك ايه، اعضاء مجلس الشعب ومتولين فريق ومش عارف ايه، وهم مش عايزين دوشه بدون دخول في تفاصيل. فرحت وخلصت المباراه، فرقه اتغلبت. المدرب بتاع الفرقه دي تاني يوم هاجمني وقال لك ده ما ينفعش يحكم درجه ثالثه وانا راجع من كاس العالم وبحكم ماتش درجه ثالثه في مصر، صعود من الثالثه للثانيه ولا من الرابعه للثالثه حاجه. راجع بالكره اللي فيه حضرتك دي؟ اه انا راجع بالكره دي والله، كان نفسي اوري له الكره اقول له دي لعب كان بيشوطها كده. رونالدو وريفالدو وروبرتو كارلوس و... لكن قال لك ده ما عندوش فكره، ده ما ينفعش يحكم درجه ثالثه. عادي الحكم ما ينفعش يبقى نجم الماتش، يعني دايما نسمع الجمله التقليديه بتاعت لو ما حسناش بالحكم يبقى هو لعب ماتش كويس. بس في الوقت مثلا حكم على الساحه، انا بحب اتفرج على الماتشات اللي هو بيحكمها اللي هو الاسباني ماتيو لاوز، الكاميرا بتيجي عليه اكتر من اللعيبه، بيعمل اجواء، ده مش صح؟ هي مش فكره مش صح، هو بص هو بتبقى حالات نادره. طبعا لاوز حكم كبير ومقنع للكل، وده ما عملوش من فراغ، ده من الثقة اللي اكتسبها من الناس من كتر ما هو حريص على انه ما يغلطش. حتى لو انت انفعلت عليه في الملعب ولا لما بتكون تخرج بره الملعب وبتشوف اللعبة بترجع تتأسف تاني وترجع تعتذر تاني. انا مش عايز اقولك انه الحمد لله انا كان في وقت من الاوقات ليا نصيب من ده، انه في بعض الناس حتى كان منهم الاستاذ حسن مستكاوي، فبيقول لي احنا حاسين انك انت نجم، ودي بتبقى يعني ما حصلتش قبل كده، من النادر ان احنا نتكلم عن حكم ونقول فيه نجوميه للتحكيم كده. ف انا ما انا الامور بالنسبه لي ابسط ما يمكن، انا انت عارف مبدئي في التحكيم هو اللي اشوفه احسبه. وحتى لما باجي انصح اي حاجه بقول له اللي تشوفه احسبه، ما تعملش حسابات. تعمل حسابات ليه؟ هتعمل حسابات في الاول وفي الاخر، في الاخر المباراه تتحول لصوره لفيديو زي مباراة اسبانيا وكوريا كده. ما انا انتوا عمالين تتكلموا، طب وروني، عارف السؤال بتاعي ايه؟ طب هتقولي وروني الغلط بتاعي فين؟ محدش قادر يطلع لي حاجه عشان يقول لي انت غلطت في دي، قول لي يلا وريني فين الخطا بتاعي. ما تقوليش المساعد، ماليش دعوه، مش شغلتي. فده نفس الشيء، المباراه بتتحول لفيديو لصوره. الصوره دي في الاخر ملهاش مشاعر. الفيديو ملوش مشاعر، الفيديو بيقول حقيقه معينه، في خطا للحكم ولا ما فيش خطا للحكم. فبالتالي طبعا انا يعني النجوميه مش كتير. الكولينا نجم، كولينا كان اللعيبه بتقف تتصور معاه قبل الماتش وبعد الماتش. ليه؟ لانه وصل للمكان دوت بعد تعب كبير، بعد مجهود كبير، بعد ما اصبح في المكان ديت. لكن هو اشمعنى الحكام اللي مش عايزينه نجوم يعني؟ ما هم كمان بيتعبوا، ما هم كمان بيبذلوا مجهود، هم كمان بيتحملوا مسؤوليات كبيره، لكن مش اي حد بيقدر ده. الحكم زعلاني قوي بس مش بحب اتكلم فيها كتير ومش عايز اتكلم فيها كتير. انت عارف ان اتحاد الكره المصري احتفل ب 100 سنه على كره القدم المصريه، لم يتم دعوتي للاحتفال. عايز ايه اكتر من كده؟ تجاهل. عايز ايه اكتر من كده يخليك تزعل انك انت عامل ال ما حضرتك شاركت في كاس عالم اكتر من اي لعيب عامل التاريخ. انا الناس بتزعل لما بقول لهم يا جماعه انجازات التحكيم، وهقولها تاني عشان يزعلوا اكتر، انجازات التحكيم المصري اكبر بكثير من انجازات الكره المصريه بالارقام. شوفوا مشاركات الحكام المصريين في كاس العالم ومشاركات المنتخبات المصريه في كاس العالم، ما حدش يزعل منها، دي حقيقه، دي ارقام. انا لما سالت كابتن احمد شوبير وانا معاه على الهواء قلت له ايه احسن حاجه انت عملتها في حياتك؟ قال لي شاركت في كاس العالم. يعني في حاجة أحسن منها؟ قال لي لا طبعا. خلاص شوف احنا شاركنا في كأس العالم كم مرة والكرة تخيل مصر تحتفل بمرور 100 سنة على الكرة المصرية ومحدش دعاني، ما كنتش مدعو. هو ده قدرنا كحكام، وأنا مش زعلان لأنه خلاص اتعودنا على كده. عايز اقول لك ان انا تم تكريمي في اكتر من مكان في العالم وخاصه العالم العربي،
ولا بلاش؟ محدش قال لي انت ازيك في مصر. بس طبعا احنا بنقدر انجازات حضرتك ومشاركات حضرتك على ما بتتكلم عن نفسها، يعني مفيش شك في كده خالص. بالكلام عن ماتيو لاهوز، كان ليه تصريح برضو قال لو تقنية الفيديو كانت موجودة من اول مسيرتي ما كنتش اصلعيت. لو كابتن جمال غندور هيقول لو تقنية الفيديو كانت موجودة خلال وقتي كان ايه اللي هيتغير؟ لا حاجات كتير، كان ممكن يكون الاداء اسوأ من كده. ليه؟ كنت ممكن اعتمد على الفيديو اكتر ما اعتمد على نفسي. بالعكس، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه ما كانش الفيديو موجود، وان كل الحاجات الصعبة دي كانت بمجهودي وبتعبي وبتركيزي. كان ممكن تقنية الفيديو احيانا بيبقى ليها دور سلبي في بعض الحكام، بيرموا على الحكام بقى اتكاليين شوية، بيرموا على الفيديو احيانا ما هو غصب عنهم. ما هو بيقول لك في الاول وفي الاخر، انا كان بيجي عليا وقت بعمل سبرنت مثلا وانا حاسس بشد في العضلة الخلفية مثلا من المجهود، ولكن لازم اعمل السبرنت عشان اوصل. لا، تخيل بقى الفيديو موجود هجري ليه؟ ما هو في تقنية فار موجودة. لا بالعكس، انا على فكرة لو خيرت بين ان انا احكم في وجود الفيديو الفار او لا، مش هختار الفار، هعتمد على نفسي. انا عايز اقول لك، انا في مباراة شيلي والنمسا اول مباراة حكمتها احنا احتسبت جول. بس هي دي بتاعت المساعد ولا بتاعت حضرتك؟ بص، عشان اكون امين معاك، هي المفروض انها بتاعت المساعد، بس للاسف الشديد في الوقت ده الكرة كانت بتتلعب من الناحية التانية اللي هي عكس المساعد، والزحمة كلها قدام المساعد. ولو انا ما كنتش دخلت وتقدمت لغايه الست يردات باحساسي ان في مشكله، ما كانش الجول ده هيتحسب. بس هل الحكم يقدر يحكم لو هو مش واقف على شكل انا بقول لك عمودي؟ انا وصلت لغايه، يعني لو عندك قدره تعيد اللعبه، انا وصلت لغايه بين البينالتي وبين الست يردات في الركنيه، وده مش لوجيك انه يحصل. لكن لما اتلعبت اول مره واتشاطت واتصدت، لقيت نفسي بخش لانه حاسس ان في حاجه زحمه، وربنا سبحانه وتعالى بعتني عشان اخش كده عشان اشوف الكرة الجون بيمسكها من جوه كده. يعني لو حضرتك شفت ده الخط كده بيمسكها كده وبعدين بيشيلها ويشوط، وبعدين الصفارة اتحطت ورحت باصص للمساعد خدته معايا وحسبت الجول. ما كانش فيه لا فار ولا تقنية فار ولا في اي حاجة من دي خالص. مين اكتر كان لاعب او مدرب مزعج في الملعب؟ يعني حضرتك قبل ما تخش الماتش كده تقول ده انا النهارده هحكم لفلان، ده في زعيق كتير، اعتراضات كتير. بص، ما يعني ايه، يعني انا ما اقدرش، يعني على سبيل الدعابه يعني، لا الحقيقه احنا في ايامنا الدنيا ما كانتش زي دلوقتي صراحه. يعني الحاجه الثانيه انه احنا كان في جماهير في الملعب، فما كناش بيوصل لنا صوت الأجهزة الفنية. ما فيش مباراة حكمتها مثلا أقل من 50-60 ألف في الملعب، حتى في الأقاليم. فمهما حصل بره، أنت يعني أنت ممكن تحاسب على حركات، إنما إنك دلوقتي كل حاجة مسموعة. طبعا كل حاجة مسموعة، ما فيش جمهور، والصوت بيوصل. اللي بيتهكم على حد صوته بيطلع في التلفزيون. فالحقيقة ما اقدرش، ودي حقيقة انا مش بهرب من السؤال، يعني ما اقدرش احدد. بالعكس، انا كان عندي، انا يعني مرة هحكي لك على موقف. انا مرة كنت بحكم ماتش للزمالك والاتحاد، وكان الكابتن حسن شحاتة مدرب الاتحاد اعتقد ساعتها، وكان معايا حكم مساعد الحكم الدولي نجيب علي ربنا يديله الصحة. فانا مش عارف، مشغول بلعبة كده، فايه وكابتن حسن ايه معترض على لعبة تسلل او مش تسلل وبتاع، وبعدين نجيب بيستدعيني بالراية عشان اخد اجراء. فالمهم خلصت الحاجة اللي انا مش مشغول بيها، وقفت الدنيا ورحت رايح جري على كان في استاد القاهرة ناحيتهم الاثنين. عايز اوريك بقى الاسلوب والطريقة. فانا رايح جري طب خلاص يا كابتن نجيب، اهدى يا كابتن نجيب، اهدى خلاص انا جاي يا كابتن نجيب. كابتن حسن شحاتة كابتن منتخب، كابتن مصر، ما اعتقدش ان هو هيسمح لنفسه انه يغلط. الكلمتين دول سمعتهم له وانا رايح، ورايح بقى عشان، فرايح لسه عشان بقى ايه، خلاص بقى قول لي بقى اللي حصل ايه. فرايح، راح الكابتن حسن شحاته، رايح للجيب. انا اسف يا كابتن، واعتذر، اسف يا كابتن، وراح قعد. هقول لك حاجه، انا كان ممكن اروح اقول له اطلع بره، مش كده؟ او اساله عمل ايه ومش عمل ايه، وقف واخد وقتي، وبعدين اشوف الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش، وبعدين اقعد بره ولا عندك انذار ولا ما تتكلمش، وبعدين يقف مش عارف مين يتكلم، وبعدين اللعب يقف دقيقتين ثلاثه، وبعدين اعمل. يا جماعه، التحكيم محتاج اداره. هو انا خسرت ايه؟ وبعد كده راح كابتن حسن شحاته قعد، قلت له نجيب حصل؟ قال لي لا، كابتن كان بيعترض بس بشكل. طبعا قعد مكانه، ما تحركش من مكانه لغايه نهايه المباراه.
علاقتنا كانت كده بالناس بالمدربين. كابتن عصام بهيج الله يرحمه حسبت عليه 4 ضربات جزاء في ماتش القناة والزمالك. فبعد الماتش بيسخنوه اللي بيسأله مش بيسأله، اللي بيسأله بيكلمه عشان يعترض. قال له ايه المشكلة؟ الـ4 ضربات جزاء صحيحة. في حد بيقول بس ده مش عادي يعني اغلب الناس. ما انا بقولك في حد بيقول كده دلوقتي، في حد بيتكلم كده. فاحنا معلش الظروف كانت بالنسبة لنا احسن شوية. الحكام بينهم بين بعض بيبقى فيه سمعة على بعض اللاعبين هو خلي بالك ده بيرمي نفسه جوه منطقة الجزاء، الحاجات دي موجودة؟ لا مش كانت يقولوا البعض، هو الحكم اللي ما بيتفرجش بيخسر كتير. ومن ضمن الحاجات اللي اتعلمتها والحاجات اللي انا الخبرات اللي اكتسبتها من الحاج مصطفى كامل محمود الله يرحمه هو وكابتن حسين فهمي، ان كانوا يقولوا لنا روحوا اتفرجوا كتير، وكنا نشوفهم هم هيتفرجوا على ماتش ايه نعرف ونروح نقعد وراهم ونشوف تعليقاتهم. شفت ده؟ لا كان لازم مش عارف يمشي الناحيه دي، كان لازم يدي انذار، كان لازم. كل دي خبرات، دراسه اسمها دراسه عمليه في الملعب، محاكاه. احنا كنا بنعمل كده. كان الله يرحمه الكابتن محمد ضيا وده كان اكتر واحد ملازم ليا، كنا على طول مع بعض نروح نتفرج على الماتشات. اي ماتش نعرف في مكان نروح نتفرج، نتفرج على الحكام ونشوف الحكام ونشوف رد فعل الجماهير ونشوف واحنا قاعدين بره بقى شايفين الحكم غلط او ما غلطش ورد فعل الناس عامل ازاي. كل دي حاجات اكتسبنا منها خبرات كبيره بالتاكيد. انا عايز اقول لك انت محتاج تتفرج كتير عشان مش عشان انت تعرف من نفسك. كان في لعيبه زمان في جيلنا يعني، كان في لعيب في بلديه المحله اسمه احمد فرج، لعيب حريف قوي 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 ودريبلينج بالكوره بس جسمه قليل قوي، فمن من اكتر الناس اللي ممكن تعمل لك مشاكل. كان هو وليد صلاح الدين في الاهلي، فلما كان حد فيهم ينزل او يلعب كنت ببقى مان تو مان معاه اروح امسكه افضل في ظهره قريب منه عشان اكتر واحد معرض ان هو يتعامل معاه. لا يسمح لا اسمح له ان هو ياخد مني ضربه جزاء مش صحيحه ولا في نفس الوقت اظلمه. لا ففي دراسات، في حاجات لازم تحطها في حساباتك، لازم تبقى عندك معلومات مسبقه عن الفرق اللي انت هتحكم لها. احيانا لما بتتاح الفرصه مثلا في مباراه ممكن تتفرج عليها الفرقه تستفيد منها. الحكم بين الشوطين بيبقى عنده فضول يعرف قراراته المهمه في الشوط الاول كانت صح ولا غلط خالص. شوف وانا حكم كنت اخش بين الشوطين ما حدش بيتكلم خالص، متعودين على كده الزملاء. انا بروح داخل اتشطف كده والفوطه الفها حوالين دماغي وانام على الارض وارفع رجلي على الكرسي لمده 10 دقائق اعمل عمليه استرخاء والاوضه والصوص ما حدش بيتكلم ولا المساعدين يسالوا بعض ولا يسالوني. مره حد كان بيقول له انت رفعت، يقول له خلاص احنا في الفتره دي اللي هيخش مثلا يقول لك ايه انت كنت هايل كل قراراتك 10/10 برافو عليك، هتقوم نازل الشوط الثاني عامل كده. ده المراقب. عشان كده انا وانا مسؤول انا طلعت تعليماتي ودي بتنفذ دلوقتي ان مفيش مراقبين يخشوا للحكام بين الشوطين. لا تخش تقول له صح ولا تخش تقول له انت صح ولا انت غلط. ليه؟ عشان لو دخلت تقول له ده في ضربه جزاء انت ما حسبتهاش هيبقى الراجل نازل وحاطط في حساباته انه ظلم الفرقه دي، فيبتدي هنا يغلط يبقى الخطا الواحد بقوا 2 وبقوا 3. لا فيفضل ان بين الشوطين تبقى فتره راحه. اخر سؤال، حضرتك ايه رايك في التحكيم النسائي لماتشات الرجال؟ بص انا مش عايز حد يزعل مني بس انت لازم تهيئ لهم الجو، انت تهيئ لهم الجو. انا مش ضد يعني، على فكره انا كنت من اكتر الناس يعني اللي وانا مسؤول كنت بدي فرصه للبنات انها تحكم. بس 100% انت خد بالك هتبص تلاقي في تنازلات بتحصل في الملعب من اللاعبين من الاجهزه الفنيه عشان الامور تمشي يعني، لان هم عنصر بقى مشارك واصبح موجود. والدليل على كده انه حتى الفيفا دلوقتي دمج القايمتين مع بعض بقت قايمه واحده يعني، حتى الحكام مع الرجاله في نفس القايمه. ويعني هم بيحبوا يشاركوا وعايزين يشاركوا، واعتقد انه الفيفا بيشجع على كده. واللي بيحكم نجح. احنا عندنا تقريبا دلوقتي شهنده ومنى عطا الله ما شاء الله ويارا عاطف، عندنا طقم كويس بيحكم وممكن يحكم ماتشات رجاله. بس اعتقد يعني محتاجين نوعيه معينه من المباريات وفي اوقات معينه. لكن ما بتبقاش مشكله لحكام الرجاله ان هم يحسوا انه في حكام ستات بينافسوهم في ماتشات الرجاله؟
لا ما هل... ما الست بتنافسك في كل حاجة، هي بتنافسك في الإعلام وبتنافسني في التحليل وبتنافس في الشغل وفي الوظائف، وكتير مننا قبل كده القيادات بتاعتهم كانت المرأة، فده شيء عادي طبيعة الدنيا والدنيا كده، فلازم تنافسك في كل حاجة، بس أهم حاجة ما تنافسكش في البيت يعني. كابتن جمال نورتنا، واحنا يعني معرفش تقلنا حضرتك ولا، اتمنى نكون كنا خفاف. شكرا جدا طبعا على الانترفيو الجميل ده، واجابات حضرتك كانت ممتعه جدا بالنسبه لي. انا بشكرك، وبالعكس انت بتفكرني بالايام الحلوه، الايام الجميله، هي اصعب حاجه زي ما قلت لك الواحد الحقيقه يعني، اما بيتحط في وسط عناصر الكوره ويشوف كده اللي ليه واللي عليه، بلاقي ان احنا كحكام بنعمل اللي علينا قوي وما بناخدش اي حاجه من اللي لينا، وخلاص بقى عند ربنا سبحانه وتعالى في الاخر ان شاء الله. شكرا كابتن جمال، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.